فضيلة الشيخ وفقكم الله، البعض ينتظر أذان الفجر في رمضان، البعض ينتظر سماع أذان الفجر في رمضان، فإذا سمعه قام بشرب الماء مباشرة، فهل في ذلك شيء؟ إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فلا يجوز الشرب ولا الأكل، وأما إذا كان متقدما على طلوع الفجر مثل الأذان الأول أذان بلال فلا بأس بذلك. نعم.